الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. تتواصل التحديات والإثارة في هذا الصباح بشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في سن الثنايا من مسافة 8 كيلومترات عبر هذا المهرجان السنوي لسباقات الهجنة العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه من كل شر ومكروه. نهني هجنة الشحانية من انتزعت الأشواط الماضية، وعلى بركة الله ينطلق شوطنا الثامن الخاص للقعدان الثنايا من مسافة 8 كيلومترات. نسير ونبدأ بعد المراكز. المركز الأول والصدارة السريع هجن الرياسة صالح بن سعيد بن صالح المري في عملية التضمير. ثاني المراكز من الجانب الآخر مختار هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. وفي ثالث المراكز وثالث الانطلاق مشاهدين متابعينا الأعزاء سوف نتعرف على ثالث المراكز. هناك ثالث الانطلاق وثالث التحديات. وصل هنا ضرغام لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الجنيبي في عملية التضمير. وفي رابع المراكز وصل هنا شعار هجن الشحانية منطلق مع شاهين الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. وفي خامس المراكز وصل سمهوي هجن زعبيل وراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد في عملية التضمير. هكذا النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان للخمسة المراكز المتقدمة. وعود إلى ضرغام من غير لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الجنيبي في عملية التضمير. وفي ثاني المراكز شاهين بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري يتواجد هنا في عملية التضمير. وفي ثالث المراكز قادم سمهوي هجن زعبير راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد في عملية التضمير. وهنا يغير سمهوي وينطلق بشعار هجن زعبير راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. رابع المراكز وصل السريع بشعار هجن الرياسة صالح بن سعيد بن صالح المري في عملية التضمير. وخامس المراكز وخامس الانطلاق وصل هيمان بشعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان جمعة بن عتيق بن جمعة الرميثي في عملية التضمير. هكذا هي الأسماء والشعارات والخمسة المراكز المنطلقة. وعود إلى سمهوي منطلق بشعار هجن زحبيل راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد في عملية التضمير. يتواجد هنا مع هجن زحبيل ثاني المراكز وثاني انطلاق. هناك ضرغام لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الجنيبي في عملية التضمير. وفي رابع المراكز شعار هجن الشحانية من انتزع ثالث المراكز. هنا شعار هجن الشحانية من انتزع الأشواط الماضية. الله الله يا شاهين بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران في عملية التضمير. وفي رابع المراكز السريع بشعار هجن الرياسة منطلق السريع ويتواجد في عملية التضمير صالح بن سعيد بن صالح المري على رابع المراكز مع هجن الرياسة. وخامس المراكز وصل هيمان لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان جمعة بن عتيق بن جمعة بن محمد الرميثي. مشاهدينا متابعينا الأعزاء لا جديد على الخمسة المراكز المتقدمة والمنطلقة. وبدأنا بالاتجاه إلى الشمال وهناك سمهوي بشعار هجن زعبيل وراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد في عملية التضمير يتواجد. ثاني المراكز ثاني الانطلاق
الأخضر غام لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الجنيبي في عملية التضمير ثالث المراكز. شاهين قادم بشعار هجنة الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران في عملية التضمير هنا منطلق على ثالث المراكز الشبل، وفي رابع المراكز السريع بشعار هجنة الرياسة صالح بن سعيد المري منطلق هنا بالعرج في عملية التضمير مع السريع، ورابع خامس المراكز وصل المنطلق هايمان على خامس المراكز لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان. الله الله، وصلنا منتصف المسافة، وهنا منطلق سمهوي 4 كيلومترات انقضت، 4 كيلومترات يتبقى لنا. وركز يا ابن مروشد مع سمهوي بشعار هجن زعبيل وراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد في عملية التضمير ثاني المراكز. وناظر غام لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الجنيبي في عملية التضمير، والسريع من الجانب الآخر بشعار هجن الرياسة صالح بن سعيد بن صالح المري على رابع ثالث المراكز مع هجن الرياسة. وشاهين قادم بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري منطلق على رابع المراكز. خامس المراكز هيمان لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان جمعة بن عتيق بن جمعة الرميثي في عملية التضمير، ولكن بدأنا بالانعطاف. وعود إلى سمهوي لائحة 3 كيلومترات، يتبقى لنا 3 كيلو، انقضت 5 كيلو من عمري هذا الشوط. وسمهوي بشعار هجن زعبيل راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد في عملية التضمير، لكن ضرغام لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الجنيبي. ركز يا ابو ناصر، ركز هنا مع ضرغام ثالث المراكز السريع، وهنا بالعرج في عملية التضمير صالح بن سعيد المري على ثالث المراكز مع هجن الرياسة، ورابع المراكز شاهين هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري، وخامس المراكز وخامس الانطلاق قادم هنا على خامس المراكز. وصل الزعيم لسمو الشيخ ناصر بن سلطان بن ماجد بن ناصر القاسمي وسالم بن علي بن بخيت المسافري في عملية التضمير، لكن أعود مع سمهوي هجن زعبيل راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد منطلق هنا بن مروشد مع هجن زعبيل لائحة 2 كيلومترات، والسيارة في الانتظار يا ابن مروشد منطلق مع هجن زعبيل، وسمهوي منطلق على التحدي وعلى الصدارة. بدأنا بالانعطاف والاتجاه إلى المنصة الرئيسية، وسمهوي بشعار هجن زعبيل وراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد في عملية التضمير ثاني المراكز. السريع قادم بشعار هجن الرياسة صالح بن سعيد المري في عملية التضمير، لكن ضرغام لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الجنيبي، ولكن يغير ضرغام إلى ثاني المراكز. ثالث المراكز أو رابع المراكز شاهين بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري، وهيمان قادم هيمان لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان جمعة بن عتيق بن جمعة بن محمد الرميثي، ولكن سمهوي أعود مع سمهوي منطلق بشعار هجن زعبيل هنا بشعار هجن زعبيل وراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد المتألق هنا في عملية التضمير. وركز يا المتألق هنا منطلق مع التحدي الأول ومع شعار هجن زعبيل الكل
الكيلومتر الأخير، وهنا إجن زعبيل سمهو يفتح أبواب الكيلومتر الأخير بشعار إجن زعبيل راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. وقادم هنا منطلق ضرغام لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان شاهين بشعار إجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فران المري، ولكن سمهوي بشعار هجن زعبيل. تهانينا والناموس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مالك هجن زعبيل. وهنا يتابع سمهوي، هنا منطلق سمهوي بدون أي أوامر، وراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد في عملية التضمير. سلام هجن زعبيل، سلام وسلام زعبيل سلام. هنا هجن زعبيل وانا هني لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان المكتوم بن راشد المكتوم. يا سلام مالك هجن زعبيل، سمهوي راشد بن محمد بن سعيد بن مراشد. وسلام واسعد الله مس صباحكم 10/10 هجن زعبيل. تهانينا والناموس لهجن زعبيل ولراشد بن محمد بن سعيد بن مراشد. وهذه هي لحظة وصول سمهوي بدون أي منافس وأي منازع على الصدارة. تهانينا والناموس لهجن زعبيل وراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. ثاني المراكز وصلوا هنا ضرغام لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النايان، وفي ثالث المراكز الكايد لهجن الرياسة، وفي رابع المراكز وصل هيمان، في رابع المراكز لسمو الشيخ زايد الحمدان بن زايد النايان، وخامس المراكز وصل هولان لسمو الشيخ محمد بن سلمان بن محمد آل خليفة. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، كذا هي التحديات والمنافسات على أرضية ميدان التحدي، وهذه هي لحظة وصول سمهوي بشعار هجن زعبيل التوقيت الزمني، ولحظة وصول سمهوي بشعار هجن زعبيل. ونهني راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد التوقيت الزمني 12:23. وجزئين من الثانية، فتهانينا والناموس. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ثاني المراكز ذات ضرغام لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان التوقيت الزمني 12:31:03 من الثانية. ثالث المراكز آت الكايد بشعار هجن الرياسة التوقيت الزمني 12:34:06 من الثانية، فتهانينا والناموس لسهيل بن أحمد بن دري الفلاحي، فتهانينا والناموس لجميع الفائزين.